بسم الله وعلى بركة الله ينطلق الشوط الرابع وهو الثاني للقعدان الفطامين لمسافة 1500 متر. حضور مسائي من هذه الجماهير الغفيرة مشجعين هذا العالم، عالم سباق الهجن، عالم السرعة والتحدي. فمباشرة هنا نذهب إلى الصدارة لنجد شاهين محمد بن حمود بن محمد الدرعي. أما المركز الثاني فنجد هناك ملبي جابر بن حمد البطيني. أما المركز الثاني الثالث شاهين محمود بن ناصر بن مرزوق الدرعي. إلى المركز الرابع نقلتنا وهناك حميم لإبراهيم بن سعيود بن سالم الدرعي. يا سلام يا سلام على الصدارة وعلى الحضور وعلى الإبداع. ملبي ملبي ولبي النداء، ها هو جابر بن حمد البطيني. يا سلام يذهب إلى صدارة الشوط، بينما المركز الثاني نجد هناك قدوم شاهين محمود بن ناصر بن مرزوق الدرعي. سلام ابو ناصر سلام. المركز الثالث مع راعي شاهين محمد بن حمود بن محمد الدرعي. المركز الرابع ياتينا راعي هناك حميم ابراهيم بن سعيد بن سالم الدرعي بن سعيود. يا سلام يا سلام يا سلام. المركز الخامس تابع الخامس تابع القدوم اشقر اشقر احمد بن سيب الغاوي. ياصل صاحب الهاتريك يبحث عن السوبر هاتريك، وصل بالغاوي. الله يا هجوط يا بالغاوي يا بالغاوي، ماذا تفعل يا بالغاوي؟ اوبا اكتساح اكتساح، يتسجل الابداع في هذا المساء مع بالغاوي السوبر هاتريك يا بالغاوي. يا سلام سلام سلام، قمه على قمه وابداع قمه في هذا المساء. سلام بالغاوي سلام، السوبر هاتريك مع بالغاوي. اشكرك راعي اشكر. يا سلام يا بالغاوي. المركز الثاني شاهين محمود بن ناصر المرزوق. المركز الثالث البن سعيوده. والتوقيت دقيقتين 15 ثانية 53 جزء من الثانية. سلام سلام، مداهمة عنيفة مسائية وتحضير جدا كبير من شعار أحمد بن سيب الغاوي وأخوانه. الناموس الناموس يا أبناء بالغاوي جميعكم على هذا الإنجاز والسوبر هاتريك في هذا المساء.